هي الثورة التي انطلقت من قناعات الأبطال، من قناعات رموز وطنية، من قناعات الجزائريين. الجزائر بقيمها وبشخصيتها الجزائرية المعروفة يعني على المستوى العالمي، هي متفردة من حيث الدفاع عن أرضها وعن عرضها. يجب أن يكون فيه تعامل آخر بالنسبة للترويج لكل ما يتم إنجازه من أعمال تنمية بصرية. فالهدف هو الترويج لتاريخ الوطن، هو الدفاع عن هوية الوطنية، الموقف الشجاع للجزائريين والأمة الجزائرية، ووقوفها مع الشعب الفلسطيني وعلى رأسه السيد رئيس الجمهورية.